السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في الحلقة الرابعة من برنامج خطواتي الأولى عن حاسة الشم. ملفنا للاستفسارات الحسية للأطفال من عمر شهور لسه مفتوح، وبنحاول نوصل الأم الأعلى درجة من الكفاءة في تدريب أطفالها على الاستفسارات الحسية، لأن زي ما قلنا وهنرجع نكرر إن هي المدخلات اللي الأطفال بتكون منها المعارف وبتكون منها المهارات والخبرات والمعلومات اللي بتقدر تستخدمها في حياتها. وعندنا مشكلة قابلتنا في السنين الأخيرة اللي هي التحسس بتاعة الأطفال، فإحنا بيهمنا جدا إن حواس الأطفال تبقى شغالة بكفاءة وتعرضت لأكثر من مثير علشان النواقل العصبية تشتغل بشكل عادي. زي ما قلنا إن في طفل ممكن يتحسس من حاسة اللمس ويبقى رافع رجليه من على الأرض ومش طايق إن حد يحط إيده عليه أو كده. دلوقتي برضو عندنا حاسة الشم دي مهمة جدا. حاسة الشم بتنشأ من الرحم. الطفل من وهو في رحم أمه بيقدر يحس بروائح الأكل اللي هي أكلته، كمان لما بيخرج من الرحم بيميز ريحة أمه لما بيتعود عليها، بيعرف ريحتها وريحة الحليب ووجوده جنبها وإحساسه بريحتها إن هو يبقى شامم ريحة والدته، ده بيخليه يحس بهدوء وبيهديه. كمان لما بيشم ريحة الحليب بيعرف إن ده وقت الأكل. ودي قاسوها إزاي؟ لما لقوا الطفل إن كل ما بيشم ريحة الحليب بتاعة أمه بيبتدي يتحفز أكتر إنه هياكل، خلاص دلوقتي أنا هاكل. فحاسة الشم دي مهمة جدا. طيب أنا لو هاجي أدرب طفل عشان ما يبقاش عنده حساسية فيما بعد لروائح معينة، لأن احنا بتقابلنا برضو أطفال عندهم تحسس ضعف في حاسة الشم ضعيفة جدا، فتلاقي الطفل عمال يشم كل حاجة، تلاقي الأم بتقول لي ده الولد بيمسك إيدي ويشمها ويروح على يجيب الأكل يشمه ويجي جنب الناس يشم شعرهم، وده تحسس برضو، نوع من أنواع التحسس. فاحنا عشان نتلافى ده لازم نعرض الطفل لكل انواع الروائح علشان ننبه عنده الخلايا الحسيه بتاعه الحاسه دي فتنشط فتشتغل بكفاءه عاليه. كمان في اوقات اطفال بتبقى عندها حساسيه مفرطه انه يبقى شامم، يبقى مثلا ريحه الفلفل الاسود دي تبقى ضعيفه كده، تلاقي الولد هيتجنن منها، يا مامي ريحه الفلفل دي مضايقاني، وتلاقيه يا حبيبي متضايق جدا ومناخيره تعباه، ده برضو تحسس. فاحنا لازم نعرض الطفل لروائح مختلفة من وهو صغير علشان انبه عنده الخلايا الحسية الخاصة بحاسة الشم فتشتغل بكفاءة عالية وتتعرض لمثيرات مختلفة فمبقاش الطفل عنده تحسس. طيب هل الطفل ينفع شممه اي حاجة؟ لا طبعا، الاجابة الواضحة والصريحة لا طبعا. احنا بنتكلم في طفل عمره شهور، زي ما هو متعود على ريحة والدته وريحة الحليب، لما هشممه شيء هخليه يشم شيء طبيعي وشيء ما فيهوش حبوب لقاح ولا ورد. يعني ما ينفعش احط له اشممه وردة لان الوردة فيها حبوب لقاح، يعني ما ينفعش اشممه زهرة اي شيء لان ده ممكن يأثر على الرئتين بتوع الطفل ويجيب له حساسية في الانف، وانا مش عايزة كده. انا لما هشممه شيء او اخليه يشم ويشعر بشيء لازم يكون شيء طبيعي وخفيف جدا. طيب ايه هي الحاجات اللي انا ممكن استخدمها علشان انبه بيها الخلايا الحسية الخاصة بحاسة الشم؟ ان انا اشمم الطفل ريحة زي ريحة النعناع. لو حضرتك مسكتي ورقة النعناع وفركتيها في ايدك هتطلع لك ريحة نعناع، والريحان نفس القصة، ودي من الروائح الهادية جدا. ريحة اليانسون اللي الطفل بيشربه دي من الروائح الهادية جدا. ريحة الفواكه، عندنا فواكه لها روائح باينة واضحة، زي ريحة الجوافة، المانجا، الموز، دي الروائح اللي يهمني ان الطفل يميزها ويتعرض ليها اكتر من ريحة يشمها كتير. زي ما قلت اي حاسة بدرب الطفل عليها، اي حاجة جديدة بدخلها له بقعد ادربه عليها اسبوع بشممه شيء واحد. اول مره هتشممي الطفل حاجه جديده هتلاقيه مره واحده فتح عينه كده وانتبه لك قوي انه مستغرب حاجه جديده ما تعرض لهاش قبل كده، بعد كده خلاص هيبتدي يحس انها شيء مألوف. وما بدرب الطفل على شيء بدربه على الحاسه واحده في الاول، وقلت قبل كده انا بدرب الطفل على حاسه واحده،
يعني المرة دي انا بدربه على حاسة الشم، بعد كده هدربه على حاسة الشم وحاسة البصر باني هوريله المانجا واشميه ريحتها، وبعد كده هدربه على الثلاث حواس مع بعض، الشم والتذوق والنظر، هيبقى شايف المانجا وشامم ريحتها ودايق طعمها، فاهميني ازاي؟ لكن انا في الاول بخليه يشتغل على حاسة واحدة علشان اخلي كل الخلايا الخاصة بالحاسة دي، خلايا العصبية الخاصة بالحاسة دي تنتبه بشكل كامل وتعمل بشكل كامل، مفيش يبقى حاسة تانية بتشوشر عليها او هما الاتنين يبقوا مشتركين في التمييز، لا انا عايزة حاسة واحدة اللي تشتغل فتبقى شغالة بكفاءة، بنبهها بقوة. طيب زي ما قلت النماذج اللي عندي من الروائح ريحة المانجا والفواكه يعني عموما، وريحة النعناع، ريحة الريحان، اليانسون، كل دي روائح مهمة جدا ان الطفل يتعرض لها ويشمها بالتدريج ومن الاقل فالاعلى، يعني في الاول انا بعمل ريحه خفيفه وبعدين ازودها شويه ازودها شويه، لكن ما ينفعش ابدا اشمم الطفل بارفان لان دي برضو حاجات تاثر على صدره وتعمل له حساسيه، ده بيبي صغير ما ينفعش اعرضه لا للبارفان ولا للدخان، نشم ريحه سجاير مثلا ما ينفعش، كمان ما ينفعش ان هو يشم البخور، يعني البخور ده ممكن يخنقه، ما ينفعش يشم الدخان بتاع الفحم اللي هو حد بيعمل باربيكيو بيشوي مثلا او كده، ما ينفعش ان الطفل يتعرض للروائح دي لانه لسه بيبي صغير، انا بتكلم في طفل عمره من شهرين لست سبع شهور، دي الحاجات المتاحة ليا ان الطفل يشمها في الوقت ده. ايوه طيب في بحث اتعمل قالوا ان الطفل ممكن ينام اكتر ويبقى حاسس بهدوء اكتر لو الام حطت احد يعني قطعة من ملابسها او الفوطة الخاصة بيها جنب الطفل، لانه لما بيشم ريحتها بيحس بالاستقرار وبالهدوء وبيتخيل ان هي جنبه يعني، ودي فعلا حقيقة ان الطفل لما في امهات كتير تقولك اول ما اقوم من السرير الطفل يقوم لو بينام جنبها، ليه؟ لانه هو متعود ان هو شامم ريحتها جنبه، فاول ما قامت قام هو كمان، صحى هو كمان، فدي حاجة تعرفني ان حاسة الشم مهمة جدا وبتبقى نشطة في الفترة دي، وانا لازم استغل ده في اني اعلي ذكاء وادراك الطفل وانبه الخلايا الحسية. طيب انا طفلي دلوقتي كبر بقى ست سبع شهور، عايزة اعرف ايه الحاجات اللي انا ممكن اديها له جديدة، هبتدي ادخل برضو على الاشياء الطبيعية ولكن هشتغل على التوابل وعلى الحوامض. يعني عندنا الليمون، الليمون منبه ومعروف ان ريحته من الروائح اللي بتنعش، لو واحد عايز يصحصح كان نايم مثلا وعايز يصحصح بيذاكر او بيسوق مسافر مثلا وسايق عربيه او كده، دايما نقول ان الحاجات المنشطه والمنبهه للمخ ريحه الليمون، فعشان كده ما بنصحش فيها في البدايات لان البيبي في البدايه بيعوز ينام فترات طويله، فما بنصحش بيها في البدايات، لكن ريحه الليمون ريحه البرتقال مهم جدا وحلو جدا ان انا اعرض الطفل ليها. كمان ريحه الـ 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 البن اللي هي القهوه، ريحه البن او ريحه القرفه او الدارسين، ريحه القرنفل او المسمار، لان طبعا انا بقول الاسمين علشان الاسم بتاع العشب بيختلف من مكان لاخر، مش هقول ريحة الفلفل لان دي حاجات من الحاجات المهيجة قوي فمش هنقدر نستخدمها دلوقتي، هنخليها بعدين بعد سنتين ممكن نستخدم الروائح النفاذة دي، لكن ممكن نقول ريحة الثوم وريحة البصل، الطفل ممكن يميز الريحتين دول، ان انا في مرحلة اي تدريب له علاقة بالرائحة او بالتذوق او بالرائحة والتذوق هيبقى معاه حاسة البصر بعد الست شهور، بيستخدم ست شهور وسبع شهور، لان انا هوري للطفل الشيء واشممه ريحته وادوقه طعمه، لانه في السن ده يقدر يدوق يقدر ياكل، فهقدر ان انا استخدم الثلاث حواس مع بعض، بس احنا عشان عارفين ان احنا بندرب حاسة واحدة فلازم في البداية بشممه الروائح بس، انا بعرضه الروائح مختلفة. طيب ازاي بقى طريقة التدريب بتاعت تدريب الروائح دي؟ الليمون والبرتقال لما باجي اشممهم للطفل باخد سلايس او شريحة وابتدي احطها قدام انف الطفل كده واخليه يشمها، او بعصرها على قطنة وابتدي اشممها له. طبعا الفواكه لو جينا بصينا لها نلاقي روائحها خفيفة،
فلازم الجزء بتاع الفواكه، لما كنت بشمم الطفل فواكه الروائح اصلا خفيفه، يعني ريحه المانجا مش ريحه نفاذه قوي، ريحه الموز ريحه كده، فلازم اشمم الطفل الثمره نفسها، يعني تكون الثمره نفسها بشماله، مش تنفع تبقى معصوره او كده، ريحتها هتبقى باينه اكتر الثمره نفسها. لكن البرتقال والليمون دول سهل ان انا اعصرهم. والنسبه للقهوه نفس القصه، باخد شويه بن وابتدي اشممهم للطفل، احطهم برضو على قطن، ما يبقوش باودر، علشان لو الطفل شمهم ما يدخلش باودر في مناخيره، تكون القهوه دي معموله يعني قهوه مستخدمه، وابتدي اشممه ريحه القهوه، ريحة القرفة، كل الحاجات دي بتتشم، الحاجات المطحونة دي ما تتشمش باودر، بشممها للطفل وهي محطوط عليها مية أو مطبوخة، يعني عملت قهوة وده والتفل بتاع القهوة ببتدي أخده بالمية بتاعته وأشمم الطفل حبة منه، تمام؟ القرفة الكلام ده كله، القرنفل، القرنفل فيه زيت القرنفل، فأنا أقدر أخد نقطة من زيت القرنفل وأشممها للطفل. كمان عندي حاجات حلوة قوي روايحها هادية وجميلة، زي مية الورد ومية الزهر، دول سهل لو حطيتيهم حتى على وجه الطفل، مية الورد دي ومية الزهر دول مش مزيين له، لان بتعمل بيهم ماسكات وبتعمل بيهم حاجات للنضارة، فسهل جدا ان انا ممكن احطهم على وش الطفل اصلا وهو يشمها، فيميز الريحة دي برضو ويبقى عارفها. دي الحاجات اللي اقدر استخدمها لحد عمر سنة، من بعد السنة بتبقى الحاجات أعلى، بتدي أشمم الطفل روائح بقى المنفرة، لأنه ساعتها إدراكه هيبقى أعلى وهيبقى بيتحرك، فأقدر أقول له لا وحش وكده، دي ريحة مش جميلة، دي ريحة حلوة، ده لما يكون الطفل كبر، لكن إحنا دلوقتي في طفل لسه قبل السنة، فصعب إن أنا أدربه على فكرة إن دي رائحة حلوة أو دي رائحة منفرة، فصعب إن أنا أدربه على ده. لكن أقصايا في الروائح النفاذة، أقصايا الثوم والبصل، اقصى شيء في لحد سنه الثوم والبصل. اتمنى ان يكون في حاسه الشم اديت لكم افكار ومعلومات مفيده ليكم، ان شاء الله انتظروني في الحلقه الجايه والحاسه الجديده اللي هنتكلم عليها في ملف السيارات الحسيه، اخصائيه التخاطب، مدرب معتمد من مركز هيلب والوكاله الامريكيه نهى الصاوي. شكرا ليكم.